مرحبا، اليوم في فقرة اكتشف وطور طفلك رح نحكي على موضوع جداً مشوق اللي هو الهيبوثيرابي. الهيبوثيرابي هو عبارة عن نوع من أنواع العلاج اللي بيعتمد على الأحصنة. رح نتعرف على محمد وكيف ممكن هذا العلاج يساعد أي طفل، مش بس الأطفال المتأخر تطوري، كل الأطفال لحتى يكتسبوا مهارات جداً رائعة من ناحية الأمور الحسية الاجتماعية وبرضو كمان الأمور النفسية والثقة بالنفس. خلينا هلا نشوف مع ملاك كيف هاي التمارين ممكن تطور مهارات طفلنا للأفضل. العلاج بركوب الخيل أو الهيبوثيرابي هو من أنواع العلاج اللي الأخصائيين النطق والوظيفي والطبيعي بفضلوا إنهم يستعملوها لأنها بتوفر كتير مدخلات حسية للطفل. بنفضلها لأنه بتوفر مدخلات الحسية هذه، الطفل بيكون بحاجتها حتى نحقق هدف معين. مثلاً بتوفر مدخلات حسية للعضلات والمفاصل، بتوفر مدخلات حسية للدماغ بحيث إنه يساعد الطفل على التوازن، بتوفر مدخلات سمعية وصوتية بحيث إنه هو يدخل احتياجاته الحسية كاملة بالنسبة للهدف المعين اللي إحنا بدنا نحققه مع الطفل. قبل ما الطفل يركب الخيل لازم الطفل يتعرف على الخيل، يمسكه، يتعرفوا على بعض بحيث إنه الطفل يقل التوتر عنده والخوف من الخيل. بالنسبة لركوب الخيل، حتى الأطفال الطبيعيين اللي ما بيعانوا من أي مشاكل كتير ركوب الخيل مفيد لهم. هلأ بالنسبة للفوائد اللي بنتلقاها من ركوب الخيل أو الهيبوثيرابي، أول إشي بنحسن الانتباه والتركيز، بنحسن العضلات والعظام بالجسم، بنحسن وقفة الجسم، بنحسن كمان مهارات التواصل سواء مع الإنسان أو مع الحيوانات. هلأ بالنسبة للتمارين، طبعاً إحنا قبل ما نعمل أي تمرين بنشوف وضع الطفل، حالته، وشو الأشياء اللي بيحتاجها لحتى يعني الأهداف اللي إحنا بدنا نحققها، فبالتالي بنحط التمارين على هذا الأساس. طبعاً الهيبوثيرابي أو العلاج بركوب الخيل هو يوصى به طبعاً حسب حالة الطفل، بس مرة واحدة بالأسبوع لمدة نص ساعة. هلأ بالنسبة للتمرين، أول تمرين مثلاً عشان نساعد على إنه الطفل يهدى، بنركب على الخيل، بنحضن الطفل الخيل وبنمشي بحركات جداً بطيئة عشان الطفل يهدى ويركز أكتر. هلأ بدنا نعمل التمرين مع محمد. يلا محمد، بدنا نحضن الحصان. أوكي؟ نحضن الحصان، حط إيدك هون. أيوة. هلأ بدنا نمشي بحركات جداً بطيئة. نزل، أحضن الحصان. ويلا هلأ بنمشي شوي شوي بعدين نمشي بسرعة، أوكي؟ طيب. يلا، لف علي، طلع علي. يلا. نزل راسك. نلف. اوكي. يلا وقف. هلا هاي كانت بالنسبه لانه نزيد هدوء الطفل ونزيد تركيزه. هلا بالنسبه لتحسين المفاصل او تحسين حركه التناسق ما بين جانبي الجسد، هلا نمشي بحركات سريعه وبنحاول نحافظ على توازن الطفل بحيث انه الحصان يروح يمين احنا نحاول يتوازن الطفل، او اذا راح شمال احنا بنحاول برضو انه يتوازن الطفل. ايوه برافو عليك محمد. هلا بهذا التمرين احنا عملنا اعطينا مدخلات حسيه للدماغ بحيث انه نحفزه يعطي اوامر، يكون مركز أكتر، منتبه أكتر بالنسبة للحركات، فبالتالي حتى الأطراف والتناسق بين جانبي الجسم وقوة العضلات بتكون أقوى وبتحفز أكتر. هلأ هاي التمارين بتناسب حالة محمد، وممكن في كمان تمارين أخرى تنعمل حسب الحالات الأخرى الموجودة. هاي الشغلة بترجع للأخصائي وحسب رأيه وشو بيرشح التمارين إنها تنعمل. هلا ملاك، شفت
مع محمد كيف ساعدت فعليا الهيبوثيرابي على انه اول شيء ينبسط، هاي اول شغله، هي شغله جدا مهمه بالنسبه لنا، بس برضه كمان انه يقوي بعض المهارات زي التواصل مع الاشخاص وبرضه كمان التواصل مع الحيوانات نفسها. هلا شو ممكن تكون في فوائد للهيبوثيرابي غير هاي الفوائد؟ هلا فوائد الهيبوثيرابي اجمالا للاطفال اللي بيعانوا من اضطرابات طيف التوحد او الاضطرابات الاخرى، بيلاقوا صعوبه بانهم يكونوا علاقات مع اشخاص او ما بفضلوا يكونوا علاقات مع اشخاص، فبالتالي بيكون اسهل لهم انهم يكونوا علاقات مثلا مع حصان، مع الحيوانات، فهاي الشغله كثير بتساعدنا على التواصل. اجمالا الهيبوثيرابي يستعمل للاطفال اللي بيعانوا من تشتت الانتباه وفرط الحركه، كمان الأطفال اللي عندهم اضطرابات توحد والأطفال اللي عندهم مشاكل تواصل أخرى، بيساعدنا كمان على إنه نحسن التواصل، وإجمالاً بيكون في وعي بيئي بالبيئة اللي إحنا فيها أكثر. هذا إشي جداً مهم لأنه إحنا أصلاً أريدي عم نعمل هذا الأكتيفيتي في بيئة طبيعية. خلينا نشوف أميرة من ناحية الأمور الـ كهيبوثيرابي. هلأ طبعاً مش هي مجرد العلاج الوظيفي أو أخصائي العلاج الوظيفي ممكن يساعده هاي الأمور كأكتيفيتيز، فعلياً it's a multidisciplinary، يعني جميع المختصين مع بعض ممكن فعلياً يستفيدوا من هاي الأكتيفيتي لحتى يورجوا أو يوصلوا لمهارات مختلفة. من ناحية خلينا نحكي العلاج النطق والتخاطب، شو ممكن الهيبوثيرابي يساعد الطفل؟ لما تزيد تنسيق العضلات هذا الإشي بيأثر عنا على عضلات النطق، فهذا الإشي بيزيد من تنسيق عضلات النطق، فبالتالي إحنا بنشوف يعني رد فعل إيجابي له بالجلسة عنا، فهذا الإشي بيزيد عنده التركيز، بيزيد عنده قوة العضلات، فهذا الإشي بيأثر على مهارات التواصل، مهارات الكلام والمهارات الاجتماعية، حتى لما يتفاعل مع الخيل أو حتى مع المدرب تاع الخيل اللي بيكون موجود معه، فهذا الإشي كتير بيساعده. بس هلا ضروري ننتبه على شغلة، هلا الهيبوثيرابي هو مش نوع، يعني مش خطة علاج لحالها، هلا هو عبارة عن نشاط من الأنشطة اللي إحنا نحطها داخل الخطة العلاجية حتى تدعم عنا خطته الأساسية. هاي جزئية جدا مهمة، لأنه في مرات بعض الأهل بفكروا إنه لو أنا عملت لابني سباحة، لو عملت له هيبوثيرابي، إنه هاي لحالها علاج. هلا شوفي برضو كمان من ناحية الهيبوثيرابي بيساعد، هلا هل هو فقط العلاج الوظيفي والعلاج النطق، ولا برضو الأخصائيين التانيين من علاج طبيعي وغيره ممكن برضو كمان يستفيدوا من هاي المهارات؟ هلا إحنا مع بعض نشتغل كعلاج وظيفي وعلاج طبيعي وعلاج نطق، أكيد مش بس بحسن مثلاً مع النطق أو مع العلاج الوظيفي، كمان بحسن للطبيعي، بحسن وضعية الجسم، بحسن العضلات وقوة العضلات والمفاصل، التحريك كتير بيساعد أشياء، سواء من جانب العلاج الوظيفي أو من جانب العلاج الطبيعي أو من النطق. طبعاً الأمور الحسية كمان، الأمور الحسية جداً مهمة، عندنا مدخلات حسية جداً كبيرة من الخيل، مثلاً من المكان اللي قاعد على الطفل، من صوت ضربة إجر الخيل على الأرض، حتى من اللجام كيف إنه بحس الملمس، من كتير أشياء، من الروائح، من الأصوات، من الحركة نفسها، هاي الأشياء كلها مدخلات حسية إحنا بحاجة إلها. وطبعاً يعني الأهم منه كل إشي هالأمور إنه هي مش ضروري تناسب جميع الأطفال، مش ضروري تكون لجميع الحالات، فعشان هيك لازم نكون إحنا فعلياً عارفين وضع الطفل وهو شو بيقدر وشو ما بيقدر، لأنه هي مش إجبارية الشغلة، مش إنه نجبره على الحصان، لأنه أول شيء بيكون خطر على الطفل، برضو خطر على الحصان نفسه، يعني لازم يكون فعلياً الطفل شوي شوي وناخد وقتنا معه، خاصة ممكن يكون في بعض الأشخاص صار عندهم رد فعل عكسي على الأحصنة، وهاي بتنعكس عليهم سلبياً مش بس على الأحصنة، ممكن تكون على حيوانات تانية، ممكن تكون برضو كمان على أشخاص. وهيك وصلنا لنهاية فقرتنا اليوم من فقرة اكتشف وطور طفلك. دائما بنصح الأهالي إنه نجرب مهارات مختلفة وأكتيفيتيز مختلفة، يعني الأحصنة هو في كثير أشخاص بفكروها إنها مجرد رياضة أو بفكروها مجرد أمور ممكن نعملها كهوبي كهواية، يعني ممكن تكون جزء من الخطة العلاجية اللي نعملها لابننا، وهي كلها إلها فوائد كثيرة زي ما ذكرنا. دائما نجرب أكثر من نوع ونحاول نعمم قدر الاستطاعة المهارات اللي نتعلمها في المزرعة أو نتعلمها في البيت أو نتعلمها في المركز في الحياة العملية.